نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا فيكم معنا من جديد عبر برنامج رمضان كذا، اللي من خلاله نتشارك في عمل أداء سلوكيات معينة نحاول تعزيز مفهومها في خلال شهر رمضان المبارك، عشان نقدر ان احنا تكون بالنسبة لنا عادة فيما بعد شهر رمضان المبارك. السلوك اللي بنتكلم عليها اليوم عند البعض قد يكون معلومة جديدة واول مرة يسمع عنه، وعند الناس الاخرين ممكن تكون المعلومة موجودة لكن طريقة العمل بهذا السلوك مش موجودة، او المعلومة فيه ناقصة حبتين. عشان كذا خلال الحلقة اليوم بنتكلم عن فئة محددة من الناس كثرت بالفترات الأخيرة لمختلف الأسباب، ما نتطرقش للأسباب بس بنذكر كيف ممكن إن احنا نساعد هؤلاء الأشخاص. الفئة اللي احنا بنتكلم عليهم اليوم هم المعسرين. للناس اللي بالنسبة لهم أول مرة يسمعوا هذا المصطلح أو يسألوا ويتساءلوا من هو المعسر، بنعرف خلال الحلقة من هو المعسر. من هو المعسر وكيف ممكن نساعد المعسر، وإيش الخطوات اللي من خلالها ممكن إن احنا نبسط آلية مساعدة المعسر. لكن قبل ما نتطرق لكل هذا، في عامل مشترك رئيسي موجود في كل الحلقات اللي تكلمنا فيها من أول صلة الرحم لغاية ما وصلنا إلى حلقة اليوم والحلقات كمان اللي بنتكلم فيها مع الأيام. إيش هو هذا العامل المشترك؟ بخليكم تفكروا معانا ونهاية الحلقة بنعرف مع بعض. أما بالنسبة لمن هو المعسر، فالمعسر بشكل عام هو الشخص اللي ما عندوش قدرة على النفقة، أو بجهة أخرى ممكن نقول إنه المعسر هو الشخص اللي دخله يكون أقل من صرفته. لكن المعسرين اللي بنتكلم عليهم اليوم هم فئة محددة جداً، وهم معسرين السجون. من هم معسرين السجون؟ معسرين السجون هؤلاء هم أشخاص أصدرت ضدهم أحكام بالحبس لفترات معينة بسبب أنه في عليهم مديونية. المديونية هذه ممكن تكون مديونية عمل، ممكن تكون مديونية سلفة، ممكن تكون مديونيات متنوعة. تم حبسهم عشان يسددوا هذه المديونيات، لكن بالمقابل هذا الشخص انحبس وفترة حكمه انتهت وما زال محبوس في السجن. ليش ما زال محبوس في السجن؟ عشان هذا الشخص ما قدرش يسدد الدين اللي عليه. طب إنسان محبوس عشان في عنده فلوس أو عنده مديونية، أنا إيش ممكن أن أفعل له؟ ممكن أنك تسدد دينه. كيف يعني أسدد دينه؟ الناس تجلس تنحبس وتسرق، ولا تجلس تتسلف، ولا تجلس عليها مديونيات وعليها التزامات؟ في الأول والأخير أجلس أنا اللي أسدد دينهم؟ الموضوع مش كذا. إحنا بنحاول من خلال الحلقة إن إحنا نلفت للموضوع بعين واحدة بس، مش بعين واحدة يعني جهة واحدة يمين أو يسار، لا، بعين واحدة يعني بمنطق واحد، بمنطق الرحمة. وبنعرف ليش بمنطق الرحمة. الآن الوضع تغير، وكثير من الناس اللي هم كانوا أصحاب الخير ما بقوش موجودين داخل البلد، منهم اللي سافر برا البلد، ومنهم اللي وضعه المالي تغير، وناس كثير في السجون، معسرين كثير في السجون معلقين أملهم على فلوس الزكاة
اللي غالباً كثير من الناس كانوا متعودين إنهم يخرجوا مبلغ معين من مبالغ الزكاة ويروحوا إلى السجون يشوفوا كشف المديونيات ويشوفوا من الشخص اللي عليه مبلغ قليل مثلاً أو مبلغ متوسط وهو قد له فترة كبيرة محبوس وما قدرش إنه يسدد هذا الدين فيدفعوا عنهم. الآن المعسرين في السجون أمالهم كثير معلقة على شهر رمضان، على أعمال الخير، فياريت ياريت من أي إنسان عنده قدرة مالية ولو بسيطة، حتى لو أنت ما بتقدرش تسدد الدين كامل، أنت ممكن أنت جنب شخص جنب شخص جنب شخص جنب شخص تتكاتفوا مع بعض وتعملوا حاجة لأحد هؤلاء المعسرين اللي معلق أمله في شهر رمضان وعبر فرحة يشوف فيها ابتسامة بنته أو أخته الصغيرة. في مجموعة من الناس الله يهديهم بيجي يقول لك بس هذا العمل ما هوش صح، يعني إنسان يروح يتسلف وبالنهاية يحنب بالسلفة واجي أنا أسدد بداله، ولا بيجي يقول لك أصلاً فلان هو اتضح أنه سرق هذا المبلغ والآن أجي أنا أسدد بداله. الإنسان لما يغلط غلط لازم أنه يتعاقب، لازم أنه يعرف أن هذا العمل اللي عمله غلط، ولما هو مش قد المسؤولية يروح يأخذ مبالغ كبيرة على أساس يفتح فيه بمشروع وبعدين المشروع يخسر ونجلس بعدين نحن نسدد وراء هذول الناس. لو أنت تشتي تشوف إذا الموضوع ينفع ولا لا، تعال شوف هذا الإنسان كم انحبس، كم الفترة اللي قضاها في السجن، كم تأدب، كم بعد عن أهله وعن أسرته وعن بيته، كم اشتاق لهم، كم يوم بكى وحده، كم يوم حزن وتقطع قلبه لما سمع أن فلان قريبه مات وهو في السجن. طبعاً إحنا ما بنجيش نقول لك روح ساعد المعسر اللي هو خريج سجون، ولا فلان اللي قد اسمه موجود بالقائمة السوداء، ولا فلان اللي في قد ضده 15 قضية في السجن أو في المحكمة واللي كل ما يدخل يخرج بقضية أكبر منه وكل ما يخرج يدخل بقضية أكبر منه. لا، إحنا بنتكلم عن فلان صاحب النفس العزيزة اللي عمل هذا الشيء أو اضطر أنه يعمل هذا الشيء بشكل خارج عن إرادته. فلان اللي راح باع ذهب مرته ولا بناته عشان ياخذ قرض من البنك، وعلى أساس أنه يخلص تسديد هذا القرض لما ينجح المشروع والمشروع يفشل، وهذا شيء مش بإرادته غصباً عن ما حصل. الجدير بالذكر أن في أشخاص محبوسين لشهور أو حتى لسنوات عشان مبالغ لا تستحق الذكر، 20,000، 30,000، حتى لو 50,000. طيب يعني إيش 30,000 ولا 50,000؟ ما إيش فلوس، 30,000 و50,000 كمان فلوس، صح كمان فلوس، وصح الوضع صعب، وصح الناس بقت تدور على الريال، لكن بالمقابل تعال شوف كم انحبس، وتعال شوف كم تمرمر داخل السجن. أعتقد بهذه الطريقة بتكون حسيت إن 50 حقك خرجت بدالها 100,000، صح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ صلاة اليوم. هذه حق الزكاة احنا خرجناها اليوم. ايش من زكاة؟ ساير تدور الفقراء ومساكين تصدق عليهم. كنا يا اخي به ناس معسرين حالتهم حالة مرجومين في السجون على 1,000 ريال ما تسواش. وبعدين الداري ما قال الرسول. الرسول قال من فرج كربة عن مؤمن فرج الله له كربة من كرب يوم القيامة. يعني والله ان المعسرين احق. طيب انت تعرف ناس معسرين؟ تعرف ناس؟ اعرف ملاء. اذا هيا نسير انا وانت. بسم الله. معلمنا ومولانا بدين الله أحيانا. غالبا بتجي ناس تسأل طيب بما أنه انحبس عشان هذا المبلغ المالي وانتهت فترة عقوبته ليش ما يخرج؟ ما بيخرجش إذا صاحب الشأن ما سامحش، ما بيخرجش، لأنه الإنسان يشتي فلوسه، ولما هو طلب إنه فلان ينحبس هذا حق عام، لكن حقه الخاص متى يجي؟ يجي لما فلوسه أو المبلغ المالي حقه يرجع له.
في شهر المغفرة والرحمة والعتق من النيران احنا بنقول حاجتين بس. اذا انت قادر انك تسامح سامح، وربنا بيكتب لك هي في الآخرة، او بيبعد عليك لا قدر الله ضرر او مرض. واذا انت قادر انك تدفع بدل هذا الشخص ادفع، وربنا اكيد بيكتب لك هي في موقف انت في عز حاجتك له. لما تحس انه قلبك بقى قاسي من داخل وما عندكش القدرة انك تلتمس لأخوك اي عذر ولا اي حاجة، ولا تقدر انك تبادر باعطائه اي شيء من ناحيتك، اعمل حاجة واحدة بس، حط نفسك مكان هذا الشخص. في يوم من الايام لا قدر الله اقتلب عليك الحال فوق تحت، والمشكلة لما يحصل لك هذا الشيء بطريقة خارجة عن ارادتك، بطريقة انت ما لكش اي علاقة فيها. لما يكون شخص سرق، نقول سارق، شل الفلوس، ينحبس يدبره، يعني يدبره. لما يكون شخص أخذ الفلوس قاصد وخرج وهرب برا على البلاد، بنقول قاصد، جيبوا إنه حي أو ميت، فلوس الناس ما يش لعبة. لكن لما يكون الإنسان غصب عنه ويحس إنه ما لوش في اليد أي حيلة، كيف نتعامل معه؟ نحط نفسنا بس مكانه ونستشعر لو إحنا في يوم من الأيام مكان هذا الشخص، كيف نتمنى إن الناس تتعامل معنا ونتعامل معه بنفس المنطلق. لو حابين أكثر نعرف أهمية هذا الشيء، نفتح كتاب الله ونشوف كم الله ردد آيات عن المعسرين وعن تفريق هموم المعسرين وإيش جزاء عند الله سبحانه وتعالى. إحنا بكذا نعتقد ان احنا عملنا اللي علينا والباقي عليكم، كل شخص بحسب ايمانه بالموضوع وبحسب اهتمامه في الموضوع. وصلنا معاكم الى نهاية الرحال في حلقة اليوم، لنا لقاءات اخرى معاكم متجددة بنفس المواضيع المختلفة والسلوكيات المتنوعة، على امل بكرة في نفس الموعد نلتقي، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجون، نقدر نحط الشوك، نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا، نخلي الفرحة تسود. مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجون رمضان.